الكرة ومتتابعي موقع المنبر الرياضي، أهلا بكم اليوم هنا بملعب سيدنا بالخير بمدينة أكادير، شاهد افتتاح مباريات الجولة الأولى من بطولة القسم الثالث لعصبة سوس لكرة القدم، ومباراة فريق أصدقاء سوس وضيفه فريق رجاء تشيرة التي انتهت لصالح أصحاب الأرض بهدف دون أرض. ينضم في هذه الأثناء إلى جانب السيد محمد بوفوس رئيس ولاعب فريق رجاء تشيرة لكرة القدم للحديث عن هذه المباراة. السيد محمد بوفوس أهلا بك على موقع المنبر الرياضي. في البداية ما هي قراءتك لهذه المباراة؟ هزيمة أكيد ليست هي نهاية العالم، ولكن هي بداية ممكن تمكنه من خلالها من تصحيح الأخطاء وكذلك الوقوف على جميع التفاصيل والحيثيات قبل استئناف باقي مباريات البطولة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للموقع المنبر الرياضي على الاستضافة. بالنسبة للمقابلة كما كتشوفوا على العموم بالنسبة لنا مقابلة أولى ماشي هي نهاية العالم كما قلتي، ولكن الحمد لله حنا هذه السنة كما كتشوفوا الأغلبية ديال اللاعبين ما عندناش الدراري اللي هما كبر في السن. حاولنا هذه السنة كما كنقولوا أننا نعتمدوا على الدراري الصغار اللي في الحقيقة خاصهم واحد شوية تجربة. وبالنسبة للمقابلة اللي شفتوا، بالنسبة للمقابلة كانت كلها لصالح ديالنا خصوصا في الشوط الأول، ضيعنا عدة فرص، الدراري ما كانوش في نهارهم، دراري باقي خاصهم تجربه، دراري صغار، ولكن الحمد لله على العموم الاداء كان مزيان. المقابله خليناها في الشوط الاول، ولكن هذه غير بدايه، مازلنا قدامنا مقابلات اللي هما هذه الدوره الاولى وعندنا باقي دورات جايين في القدام ان شاء الله. باقي كتخصنا شويه الخدمه، وخصوصا عندنا دراري اللي هما صغار، يلا عندنا تقريبا ثلاثة أو أربعة ديال الناس اللي عندهم ديجا تجربة، ولكن ما يمكنش أنك تغير في المقابلة لو تبغي دير نتيجة، رغم أن الأداء كان مزيان، على العموم كان مزيان، ارتاحينا شوية باش أنك تدخل الإنسان اللي هو باقي جون باقي صغير ويلعب أن سينيور ماتش فوق العشب الصناعي وما تريناش فيه، ترينا في الأراضي الصلبة، ولكن الحمد لله احنا راضيين على هذا الأداء. كنتمنى أن الإخوان الدراري في الإدارة التقنية ولا اللاعبين أنهم يجتهدوا شوية، حيت لا بدا أننا خصنا نصبروا عليهم باش أننا نديروا المجهودات ديالنا على اساس اننا نجيبوا نتائج ايجابيه هنا للمقابلات اللي قدم. وبالمناسبه كنتمنى التوفيق كذلك للاصدقاء سوس اللي هما حتى هما داروا مقابله في المستوى، وان شاء الله كنتمنى التوفيق في المقابلات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله كنتمنى لكم حظ موفق. سي بوفوس، هذه بدايه البطوله اكيد كل المتتبعين ديال فريق رجاء تشيرة بغاو يعرفوا الفريق، ظروف العامه ديال الفريق، كيفاش بدا الاستعدادات للبطوله، كذلك التدريب ديال الفريق، فين كيتجراو التدريب خصوصا بعد الملعب الجديد بمدينه تشيرة، واش الفريق بدا استفد من هذا الملعب او لا باقي، وكذلك الظروف الماديه للموسم هذا، كيفاش جميع الحيثيات والظروف ديال الفريق للموسم هذا. بالنسبه للظروف اللي كيمر منها فريق رجاء تشيرة اللي في الحقيقه الظروف اللي هي صعيبه شويه، نظرا لاول حاجه هو الغياب ديال المستشارين، ما عندناش المستشار اللي غادي يتعاون معك لحد الساعه. عندنا واحد الموري اللي هو قار، هو المجلس البلدي كنشكره بالمناسبه، اللي هو اللي كيعطينا واحد المنحه اللي كتقدر ب 60000 ب 65000 درهم، اللي في الحقيقه الا جيتي تشوف بالنسبه لهذه السنه هذه عندنا تنقلات بزاف، عندنا مناطق اللي هي بعيده شويه، غادي يكون عندنا مشكل ديال التنقلات، وخصوصا اننا ما كنتوفرش على وسيله النقل، ولكن الحمد لله بالاراده ديال الاخوان لا في المكتب ولا في بالنسبه للاعبين غنحاولوا ما امكن باش نحاولوا نديروا ما في جهدنا اننا ندوزوا هذه السنه هذه ندوزوها على خير. وبالنسبه للتدريب لحد الساعه كانت تدربوا في الملعب الحري اللي هو دو ملعب اللي هو ديال الطرف كما كنقولوا، فعلا تفتتح ملعب جديد في المدينه ديال تشيرة اللي سميتو عبد الله المدني، لحد الساعه مازال ما لحقناش ندربوا تما نظرا ان كاين واحد شويه ديال البعد، ولكن كنظن ان هذا الاسبوع هذا غادي نحاولوا باش نديروا التدريب ديالنا تما، خصوصا اننا كما كنقولوا بالنسبه للبدايه لا بد انك تصبر، البدايه لابد انك تصبر، خصوصا هذه السنه هذه كان واحد المشكل اللي هو كنعرفوا الجامعه دارت واحد القانون اللي هو ان اللعاب كاينين جوج ديال اللعابه، كاين اللعاب هاوي وكاين اللعاب اللي هو محترف، خصوصا ان احنا ما عندناش ما يمكنش اننا ندير لو كونترا واللعابه كلهم لا بالنسبه للفرق ديال القسم الثالث ولا الممتاز، اللعابه تعيا ما ديفورمي وتحاول تعطي الوقت للعاب، يجي نهار يقدر يخليك ما عندك معاه حتى تصيله، وما يمكنش اننا نديروا لي كونترا مع الدراري.
دابا قال لك الا كان ممكن العاب بيتي خاصك دير لي الكونترا وكفروق ديال الهواد ما يمكنش اننا نديرو لي كونترا، ولكن الحمد لله استطعنا اننا نجمعوا واحد الجروب اللي ان شاء الله غادي نحاول ما امكن نصبروا عليهم شويه باش نمشيو. اللعابه اللي مشاو لنا راه مشاو قلبوا على على على, على رؤوسهم. كنتمنى لهم حتى هما بهذا المنبر هذا كنتمنى لهم التوفيق، وحنا كما كنقول اللي بغى يلعب الكره فمرحبا، حنا اللي جا عندنا راه كان كنتدربوا معاه، اللي ما جاش شاف راسو فشي فرقه اللي هي سميتو غيمشي والله يسخر ليه. وحنا راه كما كنقولوا حنا راه نعيو ما ندربوا نعيو ما نجدوا الانسان وندربوا معه في الاخر غير يبان ليه شي حاجه بعيده غادي يمشي وغيخليك بدون انك غتستافد من والو. ولكن الحمد لله لحد الساعه عندنا واحد المجموعه اللي ان شاء الله غتقول الكلمه ديالها، خصنا غير واحد شويه الصبر، هذا هو اللي كاين. اذا في ظل كل هذه الظروف بايجابيتها وسلبيتها سي بوفوس، شنو ممكن تقول لنا على طموح ديال فريق رجاء الدستيره في هذه البطوله هذه؟ حنا ان شاء الله غادي نحاول ما امكن كما كنقول نلعبوا على لي سي برومي، وإلا جاب الله جا صعود ما عندنا مشكل، رغم ان الامكانيات الماديه ما كتسمحش لنا اننا نزيدوا شويه لقدام، ولكن احنا غنلعبوا مقابله. الهدف ديالنا هو ان تكوين فريق اللي ان شاء الله نضربوا به من هنا لقدام عاوتاني، وإلا جا الصعود ما عندنا مشكل، غادي نحاول ما امكن نلعبوا مقابله، ولا جات مرحبا احنا غنحاولوا نديروا ما في جهدنا ان شاء الله ونكملوا لقدام. اذا شكرا لك سيد محمد بوفوس رئيس ولاعب فريق رجاء الدستيره لكرة القدم، شكرا كذلك لكم زوار ومتابعي موقع المنبر الرياضي، وإلى اللقاء في مناسبة قادمة.